تتواصل في محافظة حماة حملة التقصي المبكر عن السرطان التي أطلقتها اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان تحت عنوان وعيك هو قوتك، حيث تشهد الهيئة العامة لمشفى مسياف الوطني إقبالا جيدا منذ بدء الحملة من قبل المراجعين. الحملة انطلقت بوتيرة عالية من الإقبال سواء من المدينة أو من المستوصفات. نعمل بالإمكانيات الموجودة، الإقبال جيد، الخدمة ممتازة، الناس بحاجة لهكذا خدمات. بدأت الحملة بتاريخ 18/9 وما زالت مستمرة بما فيها يوم السبت طبعا. المشفى بيقدم خدمة تصوير الماموغرافي للسيدات ولطاخة عنق الرحم كمان للسيدات وسحب عينات الدم بالنسبة للرجال. فأنا حبيت شيء حتى أنقذ حالي من هالشيء هذا، من هالمرض. وإجيت ما في لا تكاليف ولا في أي شيء، كلها على حساب الدولة، حساب الحكومي. ننصح أكيد الكل يساوية مشان يطمئن عن حاله أكثر شيء. وكانت الحملة قد انطلقت في منطقة مصياف منذ بداية الشهر ومستمرة حتى نهاية الحملة في كل المراكز والنقاط الطبية. علي شحود، الإخبارية السورية، حماة.